جاء في الحديث وصف يده سبحانه وتعالى بأن كفت يديه يمين، وجاء في حديث آخر في صحيح مسلم أن الله عز وجل يوم القيامة يقبل السماوات الأرض بيمينه وتبقى شماله فارغة، فكيف الجمع بين الحديثين؟ لا، والأرض بشمال، يأخذ السماوات يقبل السماوات بيمينه والأرض بشمال. كيف الحديث الثاني يقول كفت يديه يمين؟ الجمع بين الروايتين أو بين الحديثين واضح، أن الله له يمين وشمال، لكن كلتا اليدين يمين، أي يمن وخير وبركة. فلا يتوهم واهم أنه إذا كانت له يد شمال أن يده الشمال قاصرة كما هي في المخلوقين. فالمخلوقون أشرفهم البشر، والبشر يده الشمال قاصرة عن يده اليمين. ولهذا نهي الإنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله أو يأخذ بشماله أو يعطي بشماله. فلما كان البشر هكذا صفة اليد الشمال عندهم، رفع هذا الوهم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام كلتا يديه يمين. نعم.